نعتمد تجربتنا في هذا البلد، والتجربة تشير إلى أن منظومة الانتخابات محط تشكيك المواطنين ولا تؤدي بما هو مطلوب من مؤسسات وتشكيلات تؤدي بنا إلى حلول لبلدنا، وتؤدي بنا إلى تقديم ما هو مطلوب لمواطنينا. نجتمع ونحن في ظروف بالغة التعقيد، والبلد يمر بتحديات كبيرة، ومواطنينا يتطلعون إلى أجوبة جدية لاستحقاقات الإصلاح في بلدنا. اليوم يصادف أيضا ذكرى الاستفتاء على الدستور قبل 14 سنة من الآن، هذا الدستور الذي ارتضيناه فيصلا لحكم بلدنا ولمشاكلنا وللرؤانا المتباينة بين الحين والآخر. لكن بعد هذه السنوات من هذه المنظومة لنا أن نعتز بما أنجزناه من منجزات سياسية، لكن أيضا أمامنا استحقاق مراجعة هذا الدستور والاستماع إلى شعبنا والوقوف على ما هو مطلوب في ضوء التجربة العملية من العراقيل التي تعرقل الحكم الرشيد وتوفير الخدمات والإصلاح المطلوب لمواطنينا.